الإقامة أو داخل الفندق واستعداداتهم قبل ساعات من هذه المباراة. خلينا أقول لحضراتكم بعض الأخبار كده المهمة. الأهلي واصل مرانه غدا بعد المباراة إن شاء الله بدون راحة، وبرضو الموضوع ده هيتضح أكتر بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد النهاردة. الأهم إن شاء الله الفريق يكسب النهاردة، وبعد كده نشوف بكره هيبقى في مران ولا لا، ولا هيبقى في راحه، خصوصا المباراه المقبله في الملف الافريقي او التحدي الافريقي، وهي مباراه بلاتينيوم الزيمبابوي، هتكون يوم السبت القادم على استاد السلام. وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق في كل المباريات. الاهم دلوقتي نركز في ماتش النهارده مع الاتحاد السكندري. وفي الحقيقه فريق الاتحاد عامل موسم لحد دلوقتي ممتاز، ماشيين بشكل جيد جدا، وده هيخلي المباراه صعبه للغايه، لكن ان شاء الله احنا واثقين ثقة كبيرة جدا في فريقنا، فريق النادي الأهلي. طيب، من ضمن الأخبار كمان، وهي في الحقيقة أخبار مهمة فيما يتعلق برامي ربيعة، وهينتظم بكرة في المران الجماعي على طول عقب مواجهة الاتحاد. رامي زي ما حضراتكم عارفين كان عنده زي شد خفيف في العضلة الخلفية في مباراة الإسماعيلي اللي فاتت، وخرج في الشوط الثاني ونزل مكانه سعد. كان تم اعلان جاهزيته، هو فعلا جاهز، لكن حرصا او مزيد من الحرص على اصابه اللاعب ان هو ما يلعبش مباراه الاتحاد عشان يكون لائق ومتاح طبيا وفنيا لما هو قادم من تحديات اخرى. فاكيد عوده رامي ايضا هتكون مهمه، واي لعيب بيكون متواجد طبعا بيكون اضافه بالنسبه للفريق. نفس الحال بالنسبه لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم غاب على مدار الفتره اللي فاتت بسبب شد في العضله الضمه، كان بيتعالج، كان عنده برامج علاجيه وتاهيليه، وخلاص انهى كل هذه البرامج اليوم النهارده بالتحديد، انهى فتره العلاج الخاصه به وفتره التاهيل كمان، واصبح جاهز لخوض تدريبات الفريق الجماعيه بدايه من الغد. وهيكون بس في فحص طبي بسيط كده، واللاعب ما اشتكاش من حاجه خالص على مدار الفتره اللي فاتت، فتره العلاج والتاهيل، لكن يعني زياده في الحرص برضه هيبقى في فحص طبي قبل المران بكره، وبناء على هذا الفحص باذن الله نسبه اكبر بكتير ان هو يشارك خلاص بشكل طبيعي في التدريبات الجماعيه بعد ما قال الدكتور خالد محمود واعلن جاهزيه اللاعب. فيما يتعلق برمضان صبحي، رمضان صبحي يعني احنا عارفين ان هو عنده مزق في العضله الخلفيه بسبب تدريب من اسبوع كده كان بيتمرن وجاله المزق ده، ففتره الغياب زي طبعا ما حضراتكم عارفين 6 اسابيع. لاعب بيقوم ببعض التدريبات البرنامج العلاجي والتاهيلي من خلال جلسات علاج طبيعي على في الجيم، ودكتور خالد محمود طبيب الفريق هيحدد المرحله الثانيه هتكون امتى وهتشمل تدريبات تاهيليه اخرى، وطبقا لتحسن حالة اللاعب ومدى التئام الإصابة، وإن شاء الله الالتئام يكون يلتئم سريعا والأمور تبقى جيدة بالنسبة لرمضان، لأن في الحقيقة هو عنصر مهم جدا جدا في التشكيلة الأساسية بالنسبة للنادي الأهلي. ورمضان كان موجود النهاردة.